ومما يزيد الرزق النفقة. فمن كان كريما جوادا سخيا إذا أعطاك الله شيئا في الدنيا فانظر إلى من دونك، وتعلم الإيثار، وتعلم تقديم الغير على نفسك في الحدود الشرعية. فإذا كنت مؤثرا لغيرك على نفسك فإن الله يغدق عليك من خيراته، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل.